بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. حياكم الله طلاب الصف الرابع من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر الدروس للفصل الثاني. بدأنا بدرسين ماضيين، وأود منكم أن تشاهدوا هذين الدرسين، والآن إلى هذا الجزء الثالث من هذا الدرس، درس آداب المجالس. درس آداب المجالس الجزء الثالث. في هذا الجزء سوف نلخص الدرسين الماضيين، ثم نقوم بحل التقويم لهذا الدرس، فتابعونا ولن نطيل عليكم إن شاء الله. بدأنا في هذا الدرس بجزئين ماضيين، وأود منكم أن تشاهدوا هذين الفيديوهين الخاصين بدرس آداب المجالس. نتحدث فيه عن الآداب العامة لكيفية الجلوس، سواء كان مجلس مباشر من ناحية السلام والدخول والتكلم بالاحترام وعدم مقاطعة الآخرين، وأن نفسح للآخرين ونوسع لهم، وأن نبتعد عن الغيبة والتجسس على المجالس، وأن نبتعد عن الاستهزاء والسخرية في الآخرين بالمجالس العامة، سواء كانت مجالس مباشرة أو مجالس افتراضية على الزوم أو غيرها من البرامج. فلذلك يا أحباب يرجى الاطلاع على الفيديوهات السابقة. والآن افتحوا الكتاب على صفحة 132 لنبدأ بحل التقويم في الكتاب على بركة الله. السؤال الأول: عدد أربعة من آداب المجالس. أربعة آداب من آداب المجالس: السلام عند الدخول والخروج، التواضع مع الصغير وتوقير الكبير والعالم، التفسح والتوسع للداخل، ذكر الله تعالى سرا وجهرا. فهذه من الآداب العامة للمجالس، وقد شرحناها لكم في الدرس الماضي. أوقفوا الشاشة وابدأوا بالكتابة. السؤال الثاني: أذكر حديثا ينص على كفارة المجلس. كنت قد أخبرتكم أن هناك شيء اسمه كفارة المجلس، يزيل الذنوب إن كانت قد حصلت خلال لغطنا وكلامنا الكثير في أي مجلس من المجالس. فإذا قلنا هذه العبارة التي علمنا إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بإذن الله يغفر لنا ما قد أذنبنا في هذا المجلس. هل تذكرون هذه العبارة؟ يجب أن تحفظوها: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندما نخرج من كل مجلس نكرر هذه العبارة. يلا يا شباب اكتبوها. قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يا شباب ما الذي يحصل؟ إلا غفر له ما كان من مجلس ذلك، يعني أي ذنوب أو معاصي يغفرها الله تعالى له بما كان بهذا الدعاء المبارك إن شاء الله تعالى. فيجب أن نحفظها، وأريد منكم يا شباب الذي يحفظها يرسلها لي كمقطع فيديو على الواتساب على حسابي الخاص. كتبتم؟ طيب، الآن قم بالتوصيل، قم بتوصيل كل محذور من محاذير المجالس بالدليل الذي يناسبه. إذن عندنا هنا محذور، يعني شيء خاطئ ينبغي ألا نقوم به، وعندنا هنا دليل إما من الكتاب الكريم القرآن الكريم، وإما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. التفريق بين اثنين في المجلس، أن نجلس بينهما وهم يعني لا يسمحون لنا هذا الأمر، فما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. التجسس على الناس في المجلس، هل يجوز أن نتجسس على الناس، نضع آذاننا نستمع إليهم وهم لم يسمحوا لنا بذلك أصلا؟ لا، قال تعالى: ولا تجسسوا. كثرة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. تجد بعض الأشخاص في المجالس يكثر ضحكهم كثيرا جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك إلا تبسما، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يخرج صوتا في الضحك، كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، ولم يرى إلا متبسما، كان يحب التبسم، حتى أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني أنا أتبسم في وجهك أيها الأخ الحبيب فأنا بذلك أكسب صدقة.
إقامة أحد من مجلسه للجلوس مكانه أيضا لا يجوز، لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ارتكاب المنهيات في المجلس مثل الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. إذن هناك أمور يجب أن نبتعد عنها في المجالس مثل التجسس والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية. كنت قد حللت لكم هذا، وهذه الخيوط لأجل الحل. ننتقل للسؤال الرابع: املأ الفراغات الموجودة في الجدول بإجابة صحيحة. عندنا ثلاث مجالس كما تعلمون، عندنا ثلاث مجالس: مجلس مذموم، مجلس محمود، ومجلس مباح، وكل مجلس من هذه المجالس له مثال. نبدأ كمجالس أهل السوء. مجالس أهل السوء أكيد مجلس مذموم. طيب، من المجالس المحمودة ما هي المثال؟ زيارة الصالحين. طيب، من المجالس التي تتناول الأمور المباحة مجلس مباح. اكتبوا يا شباب. بعد أن أوقفتم الشاشة وكتبتم يا أحباب، ننتقل إلى السؤال الخامس والأخير: ضع علامة صح أمام السلوك الصحيح وعلامة خطأ أمام السلوك غير الصحيح. دخل زميلك إلى المجلس ولم يجد مكانا فأفسحت له وأجلسته، ما رأيكم يا شباب؟ قلت له: تفضل يا أخي اجلس إلى جانبي، هذا سلوك صحيح وحسن. امتلأ المجلس بالسخرية وتعالت الأصوات بالضحك، هل هذا تصرف صحيح؟ ليس صحيحا. احرص على مجالسة الصالحين والعلماء والوالدين والإنصات إليهم، أكيد هذا أمر مطلوب ومحبب وفيه من الأجر الكبير. طيب، يخاطبك زميلك في المجلس وأنت منشغل بجوالك ولا تلتفت إليه، لا، يجب أن تستمع إلى من يكلمك. تقول: أيوة طيب، وهو يكلمك: طيب كمل. حلو. يا شباب ركز، العين مغرفة الكلام، يجب أن تنظر إلى زميلك وأنت تتكلم معه، وهو يجب أن ينظر إليك وهو يتكلم معك. طيب، إذن هذا تصرف خاطئ. انتهت جلستكم، وقبل مغادرة المجلس ذكرت إخوانك بذكر كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، ما رأيكم بهذا التصرف يا شباب؟ تصرف صحيح، بارك الله بكم. ختاما، ولربما يكون هذا الفيديو من أواخر الفيديوهات لهذا العام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما كان صالحا وأن يعفو عما كان سيئا. أوصيكم يا أحباب بتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، هذا شهر اسمه شهر القرآن، شهر تنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فننصحكم بذلك يا أحباب. وأيضا ننصحكم بالاستماع لكلام والدكم ووالدتكم والانصياع لأوامرهما وعدم إيذائهما وعدم إزعاجهما وعدم حزنهما. وأيضا أوصيكم بأن تعاملوا الناس معاملة طيبة حسنة لطيفة كلطفكم، وأنا أعلم أنكم كلكم طلاب رائعين وإخوة لي أتشرف بصحبتهم. أحبابي الكرام، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.